حرب جديدة تبدأ في الأرجاء، القاهرة تستعد، وأديس أبابا تحبس الأنفاس، ومقديشو ستكون ميدان هذا الصراع العتي. نهر النيل هو السبب والسبيل والغاية، وتدمير سد النهضة سيكون هدفا مصريا خالصا بعد الآن. قوات مصرية في الصومال وتجاوز لكل الخطوط الحمراء وفقا لوجهة النظر الإثيوبية، وسد أحادي الجانب وفقا لوجهة النظر المصرية، متمردون في إثيوبيا ودعم للمتمردين في الصومال من قبل إثيوبيا أيضا، سد يبنى ونيل يسرق من المصريين يوما بعد يوم، هكذا يتحدثون في القاهرة. ولكن مصر التي وصفت بهبة النيل مستعدة بالتأكيد للدفاع عن هبتها، هكذا يتحدث مؤيدو القاهرة في هذا الصراع. أما إثيوبيا فلديها حلم لن تتنازل عنه أبدا، ونهضة اقتصادية يقودها سد النهضة وفقا لوجهة نظر أبي أحمد. فمن الذي سيخرج منتصرا؟ دعونا نرى. ولكن قبل الحديث عن هذا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم لنا، ولنبدأ القصة. متمردون في إثيوبيا. في الأول من الشهر الجاري سيطر متمردون من إثيوبيا على معبر حدودي. هذا المعبر بين إثيوبيا والسودان. أغلقت السلطات في السودان المعبر، حيث تسيطر مجموعات مسلحة على إقليم أمهرة، وهي جماعة الفانو المتمردة. اضطرت السلطات في السودان بولاية القضارف شرقي السودان إلى إغلاق المعبر مع الجارة إثيوبيا، بينما توقفت الأنشطة التجارية بشكل كامل بين الطرفين، وعطلت إجراءات السفر والجوازات كذلك بعد سيطرة الفانو على المعبر. السلطات في السودان سمحت للقوات الإثيوبية، تحديدا الجيش والشرطة الفيدرالية، بالعبور داخل حدود السودان متجردين من أسلحتهم، فيما سمحت مجموعات الفانو العسكرية للمواطنين السودانيين العالقين في إقليم أمهرة بالعبور للسودان. ولكن من هم مجموعة الفانو؟ ولماذا يهاجمون حكومة أبي أحمد؟ مصطلح فانو يشير في التاريخ الإثيوبي إلى العديد من الأمور، ويرتبط بالفلاح الذي يقاتل دفاعاً عن الوطن الأم إثيوبيا. ظهرت حركة الفانو كحركة سياسية مناهضة لحكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وممثلة لقومية أمهرة المنتشرة في إثيوبيا. حاليا تعارض الحركة حكومة أبي أحمد بل وتحاربه، عقب بداية تمرد إقليم أمهرة على الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا. ويتيح الدستور الذي كتب في سنة 1995 أي ولاية تطالب بالانفصال عن إثيوبيا بالانفصال منفردة، مما يعيد البلاد لشبح الحرب التي شنتها الحكومة ضد جبهة تحرير تيغراي، والمطالبات الانفصالية الكثيرة للحرب التي بدأت في عام 2020. هل تتوقف متاعب إثيوبيا عند الانفصاليين؟ بالتأكيد لا، فالصومال الجارة بها العديد من المشاكل. الصومال، ما القصة؟ ستشكل الصومال عنصرا جديدا في معادلة الحرب المصرية الإثيوبية القادمة، حيث دخلت الصومال كلاعب رئيس في تلك الحرب المزمع بدايتها في أي وقت. ولكن كيف ولماذا؟ كل تلك الأسئلة نجيب لكم عليها الآن. في الصومال توجد مجموعة انفصالية كبيرة ودولة غير معترف بها تدعى صوماليلاند، توجد في شمال الصومال. تمتلك بعض الدول مكاتب رسمية داخل صوماليلاند، ولكن بشكل غير رسمي. حتى الآن كل شيء على ما يرام، هكذا تظن؟ في منتصف الشهر الجاري صرح وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن بلاده الصومال تستعد لدعم الجماعات المتمردة في إثيوبيا حال استمرت إثيوبيا بدعم صوماليلاند وإبرام اتفاقية اعتراف وتبادل تجاري معها. وبحسب الانفصاليين فقد يتم التوقيع على المنفذ البحري لصالح إثيوبيا مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال صوماليلاند.
وهو أمر إذا حدث سيعقد ويزيد المشاكل في المنطقة أكثر وأكثر. على الرغم من حديث وزير الخارجية الإثيوبي تاي أسقي سلاسي الذي أكد أن بلاده تسعى لحل جل الخلافات مع الصومال بشكل دبلوماسي وودي، ولكن هذا ربما لم يأتي بأي نتيجة تذكر حتى الآن، فالصومال تدعم الانفصاليين في إثيوبيا، وإثيوبيا ربما تعترف بإقليم انفصالي غير شرعي في الصومال. وما يزيد الطين بلة هو التدخل المصري الوشيك في تلك الأزمة. دعونا نلقي نظرة على سيناريوهات التدخل المصري بالأزمة بين الصومال وإثيوبيا. تدخل مصري وحرب النيل. وصلت قوات عسكرية مصرية إلى الصومال للمشاركة في دعم قدرات الجيش الصومالي، ويساهم الجيش المصري ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. الجيش المصري سيدعم الصومال لمواجهة الإرهاب وكذلك مواجهة المطالب الانفصالية المختلفة. أعلن الصومال في نهاية شهر أغسطس المنصرم عن وصول قوات مصرية ومعدات عسكرية للعاصمة مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. القاهرة بهذا وفقاً لخبراء تعلن التدخل للمرة الأولى ضد إثيوبيا في خضم المشكلة الكبرى معها على نهر النيل. فالقاهرة لطالما لجأت للخيارات الأخرى غير الخيار العسكري في مفاوضاتها المستمرة مع إثيوبيا منذ سنوات وسنوات. وتحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال عن التدخل المصري مشيدا به، وأنه إذا كان هناك حاجة لتدخل مصري عسكري كبير في الصومال فستسارع القاهرة إلى ذلك بالتأكيد. كما أشار وزير الدولة الصومالي أن وجود القوات المصرية سيساهم في العديد من الأمور، من بينها إعادة بناء الجيش الصومالي المنهك من الحرب على الإرهاب، وكذلك تدريب قوات الجيش الصومالي من جديد. ولكن لماذا تتدخل مصر في الصومال؟ على الرغم من نفي الخبراء العسكريين المصريين أي نوايا عدد دعم المصري للصومال، فإن العديد من الخبراء يشيرون إلى وجود نوايا مصرية للتدخل ضد إثيوبيا في الصومال. فبعيداً عن التصريحات الرسمية هنا أو هناك، توجد مشكلة سد النهضة ونهر النيل التي تؤرق القاهرة والمصريين عموماً. فنهر النيل يعد شرياناً رئيساً وهاماً لمصر منذ ملايين السنوات، والقاهرة بالتأكيد تسعى بهذا التدخل إلى الوجود على الأرض بالجوار الإثيوبي، وكذلك الوجود على مضيق باب المندب الاستراتيجي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في تلك المنطقة بين الجماعات المقاتلة في صنعاء وإسرائيل. وأنت، هل ترى حربا قادمة بين مصر وإثيوبيا في الصومال؟